ستيك بنكهة المشروم والريحان، أو بستيك بطعم المشروم والريحان. عشان نعملها عايزين تقريبا 4 5 6 حتت ستيك حسب عدد أفراد الأسرة. عايزين معلقتين كبار زيت، 3 فصوص ثوم مفروم، بصلة، 2 كوب مشروم، 1 كوب طماطم تشيري، 1/2 كوباية ريحان أخضر، 1 مكعب مرق، 2 كوب كريمة. عايزين 3 معالق كبيرة ورشستر شاير صوص، ولو مش موجودة انسوها. وعايزين شوية جبنة موتزاريلا تقريبا 1/2 كوباية، وبطاطس بيوريه للتقديم. الوصفة لذيذة قوي 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 وهتنبسطوا منها. هنحط دلوقتي اللحمة بتاعتنا هنا. دلوقتي ابتدت اللحمة عندنا تتحمر، هناخد البصل اللي عندنا ونحطه كده هنا. طبعا انا ما حطيتش البصل من الاول، لان البصل لو حطيته من الاول هيتحمر واللحمه هتاخد وقت اطول، فالبصل هيتحرق وبعدين اللحمه هتستوي. فاحنا خلينا كده نحط الاول اللحمه، نتاكد انها ابتدت تتحمر. بننزل البصل علشان ياخد وقته بس على النار، ما ياخدش اكتر من وقته. عندنا بقى هنا المشروم بتاعنا، قطعوه زي ما انتوا عايزين. طيب عندنا هنا التشيري توميتو، انا هحط طماطم جوه الصوص، هقطعها كده واحطها. فهناخد التشيري توميتو اللي عندنا ونقطعها بس نصين مش اكتر. عندنا بقى التوم دلوقتي هحطه، طبعا التوم برضو بنحطه متاخر لان احنا عارفين التوم بسرعه بيتغير لونه، فاحنا مش عايزينه يبقى توم تقليه، احنا عايزينه توم عادي. فدلوقتي بنقدر نحطه. ناخد بقى المشروم كمان اللي عندنا. ونحطه هنا. عندنا بقى هنا يا حبايبي بطاطس بيوريه. البطاطس البيوريه بتاعتنا انا بحب اعملها، بس بحط لها شوية ملح وشوية فلفل ورشة جوزة الطيب وزبدة كويس وشوية حليب، وكده تبقى البطاطس البيوريه بتاعتنا جاهزة، وهي بتبقى لذيذة جنب الطبق ده قوي. هناخد دلوقتي الطماطم اللي عندنا وهنحطها كده هنا. خليها تاخد لها تحميرة كده بس قبل ما احطها في مع الصوص. اللحمة بتاعتنا 100 100. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هناخد دلوقتي الكريمة اللي عندنا زي ما اتفقنا هنحطها. حابين بقى تخففوا بشوية مية كمان بتقدروا، مش عايزين استغنوا عن الموضوع. ما حطيتش ولا ملح ولا فلفل، فهحط مكعب مرق، هحط شوية فلفل عليه بس شوية، وما عنديش مشكلة ان انا احط فلفل عادي. هو انا ما بحبش احط لما بكون عايزة الصوص بيضة، بس طالما ان انا مش مهتمية بلون الصوص او عايزاها تبقى بني او فما يضرش ان احنا نحط شوية فلفل عادي. شايفين لو الصوص دي كفاية بالنسبة لكم اوكي، لو مش كفاية بالنسبة لكم بتقدروا تحطوا شوية صوص اسفة مية. طيب عندنا هنا الورشستر شاير صوص، وزي ما انتم شايفين هي لون الصويا صوص، ولكنها بتليق اكتر على الستيك من الصويا صوص. بصوا بقى اللون، يعني كأننا عاملين دومي جلاس اهي. ايه رأيكم بقى؟ هناخد دلوقتي بما ان احنا خلاص كده قربنا نخلص، هناخد الجبنة، والجبنة هنحطها جوه الصوص اهي جوه الصوص. وناقص عندنا اخر حاجة الريحان. الريحان زي ما انتوا عارفين دايما انا بحب احطه اخر حاجة خالص، فهخليه للاخر علشان تفضل ريحته فريش كده وطعمه لذيذ. لما بيتحط من الاول خالص، يعني انا بالنسبة لي بحس النكهة بتبتدي تقل، فعشان كده بحب احطه في الاخر خالص. هو وجوزة الطيب دايما بحب احطهم في الاخر. ناخد بقى الريحان ونحطه كده هنا. كده الوصفة بتاعتنا جهزت، وزي ما انتوا شايفين حابين الصوص كده اوكي، حابينها اكتر زودوا شوية
مية. خلينا بس نوزع الجبنة وكده. خلاص اقعدي بقى على جنب لغاية ما نكمل. انتوا متخيلين الطعم؟ متخيلين الطعم؟ شوفوا شوفوا اهي. خلينا بقى دلوقتي نغرفها جنب البطاطس البيوريه، وزي ما قلنا حلوة مع الرز وحلوة مع المكرونة، مع الاتنين. لما بحطها بالطاسة كده على طول بتنزل، بحسها دايما الصوص بتتكون في حتة معينة، وانا عايزة اوزعها الصراحة كويس، فهحطها كده وبعدين ابقى ايه انضف اطراف الطبق